ما عندوش ولاء لبلده، ما عندوش ولاء لنفسه. اللي يغلط في بلده ويجي على بلده يبقى خاين طبعا. فبلدنا ما تستاهلش ان حد يشتمها. ما بنصدقوش. اي بيطلع ما حدش بيصدقه. لو هو قدامي هلعبه بالجزمه. ما بشوفوش بقى اللي على الوش والوجع الدماغ اللي بيحصل، اللي بيحصل منهم ده. حمزه زوبع علاقتي ان كان جار من جيراننا واهله ناس طيبين، ابوك الراجل بيعمل عنده صالون حلاقه، ووالدته كانت ست طيبه محترمه كانت بتبيع ذره وتبيع علافه وانواع علافه، وهو كان شاب في منتهى الادب والاحترام، ما شفناش منه حاجه وحشه. لكن بعد الهوجه بتاعه الاخوان المسلمين ظهر هو ومحمد البلتاجي كانهم كيانات اخرى، ظهروا كانهم كيانات اخرى، ما كناش متوقعين ده كله منهم. كنا بنثق فيهم وبنصلي وراهم وبنمشي وراهم، ولما لقيناهم بيدعوا الناس الى التكسير والتهجير والحرائق وهو الاغوى، خلاص يعني ما بقاش هو اللي نعرفه حمزه اللي كنا نعرفه. انا كنت اسمع عليه وكان من ايام ما كان في كليه الطب هنا، انما بعد كده ساب المنطقه ومشي، ما بشوفوش بقى اللي على الوش والوجع الدماغ اللي بيحصل منهم ده. من جيران يعني، مش يعني هو كده يعني تعولد في نفس الشارع، بس هو في اخر الشارع ما نحاولش. ده الاول كان كويس، دلوقتي من ساعه ما الصور اتعملت هو ربنا يسامحه وربنا ياخده بامانه ربنا. يعني من ساعه اللي احنا بنسمعه في قناه الجزيره دي والقناه بتاعته دي الزفت الدين دي كده، ما ينفعش اي واحد يتكلم عن مصر يبقى ليه ادب وسافل، مش ما يخش مصر. من بعد الثورة بقى حمزة جديد، حمزة اللي ما نعرفوش اللي احنا مربيينه، بقى حمزة كاره البلد، كاره الدولة، كاره الحكومة، كاره البلد كلها، ما فيش انتماء للبلد، ما فيش اي حاجة يعني كويسة للبلد. سنة 90 دخل المجلس المحلي هو ومجموعة من الشباب الاخوان ونجحوا، وكنا بنتحشم فيهم خير، شباب صغير وما كناش نعرف ما وراء انتخاباتهم ايه، ان الاخوان هم اللي بعد عاملينهم، هم المدعمين، هم اللي بيدعموهم، ما كناش نعرف حاجه عن الاخوان خالص. احنا كشباب كنا موجودين في المنطقه ما نعرفش حاجه عن الاخوان، الا فوجئنا بيهم في 2010 الطيارات الهدامه دي اللي هدمت مصر وخربت البلد. طبعا غلط اللي هو يغلط في بلده واهل بلده، طبعا اتولد فيها وتربى فيها وكان من الخيرة طبعا، ما ينفعش ان انا اجي على بلدي في اي ظرف من الظروف، اتعلمت فيها وربيت فيها طبعا. لو هو او اي حد يشتم مصر يبقى يستاهلش انه يكون مصري. اقول رساله، اتقي الله في كلامه، اتقي الله في كلامه بس، عشان هو متربي في البلد وعاش في البلد وخد مؤهل من البلد، ويحترم حقوق نفسه شويه بس شويه لشعبه، لانه من سيره برضه انه يرجع بلده.